هذا الفيديو غادي بغي نقربكم من بعض المثاليات اللي ضربت وغادي نحاول نعلق عليهم باش تفهموا اكزاكتومون فاش كنفكر وشنو كيطرى من مور ما كنضرب كل كو. كيف ما جرات العاده وكيف ما كنوصيكم ضروري تفكوا جهه من الطبله باش تدوزوا للجهه المقابله، ما تبقاوش تضربوا كره الفوق وكره التحت، غادي تزيدوا غير تصعبوا عليكم المساليه من غير الا كنتوا مضطرين، وديك الساعه راه على حساب كل سيتوياسيون وكيفاش كتعاملوا معها. هنايا كانوا عندي 5 ديال الصفر، حاولت بالصفره الثانيه نفك المشكل اللي عندي لتحت على اليسار حيتاش ديك الصفره راه ما دايزاش، ما تمكنتش. كنحاول نخلي بهذا الميليو اونغل لهذه الصفره هذه باش نحاول نضرب في الباندا ونمشي نقيس في الحمراء، لذلك غادي نشوف واش غادي نقدر نتمكن من هذه الكره هذه. كنستطع وكيف ما كتلاحظوا كتبقى لي الصفره دايزه، ولكن عندي مشكل في الكحل عاوتاني ما دايزاش لتحت على اليمين، داكشي علاش خصني نضرب ستان شوت ما بين التحت ديال البوشون والوسط، الضربه تكون قاصحه شويه باش البوشون يمشي ستان من الجهه الاخرى باش تبقى لي الكحله دايزه لتحت على اليسار. البوشون في الباندا كو صعيب، خاصني غير نتكونسونطرا معاه ونليفري لاكان كيف ما فيزيت. سيتواسيون الثانيه كيف ما كتلاحظوا معايا، غادي ندخل على الحمر، غادي نحاول نيليميني الكواري اللي كاينين الفوق في الطبله وعاد ندوز الكواري اللي كاينين لتحت قبل ما ندوز الكحله. هنا ريترو صغير باش نهبط شويه نقرب ونسهل عليا الكل موراه. كنلاحظ بان عندي كره واحده فيها المشكل، هي اللي غادي نحاول نفكها دابا. ميليو كيبقى ليا فاس، داكشي علاش غادي نحاول نحيد الحمراء اللي كاينه على اليمين ديال الطبله. كنحيدها وكنخلي اونغل بارفي اللي غادي يهبطني الحمراء اللي كاينه لتحت مازال في الطبله حدا دوك جوج صفرات. شويه ديال لي في كونترير باش البوشون ما يهربش، ونقدر من هاد الكره هادي نجر ريترو صغير باش نبقى الحمراء ميليو تقريبا فاس. حمراء سهله وكحله سهله باش نسالي هاد لابارتي. سيتواسيون الثالثة نفس التطبيق، عندي الصفر، غادي نحاول دابا نفك جزء من الطاولة اللي هو هاد المرة الجزء السفلي قبل ما ندوز الجزء اللي كاين الفوق. دونك هنايا ضروري نحيد دوك جوج صفر اللي جاو حدا الكحلة هما الاولين باش الكحلة تولي دايزة و امبوشابل. هنا ملي كندخل على الكواري ديالي راني كنكون عوال انني نخشي الكحله في الاخر، الا ما كنتش متاكد من المثاليه ديالي راه ما كاين لاش نعري الكحله ونخليها لادفيرسير على طبق من ذهب باش ياكلها هو. هاد الصفرة اللي كتشوفوا قدامكم غندفع شويه ونبقى لدوك جوج صفر اللي كاينين لتحت في الطاولة. هنا غادي نعطيكم واحد النصيحه مهمه بزاف، فين ما كتلعبوا الكواري ديالكم حاولوا ديما ما تخرجوش ليهم فاس، حيت ملي كتخرج لشي كره فاس راه كتعدم البوشون ما كتقدرش دير به شحال من حاجه، كيولي سوا غيمشي لقدام يقدر يطيح، سوا غيمشي للور ويقدر يطيح، داكشي علاش ديما خليو واحد لونغل اللي غادي تقدروا تعاملوا به مع البوشون باش تحطوه في اي بلاصه بغيتوا في الطبله. كتبقى ليا صفره في الميليو وكحله باش نربح هاد الفريم وندوزو للسيتواسيون اللي موراها. هاد السيتواسيون الرابعة غادي نحاول ندخل على الحمر، كتشوفو في هاد الحمرة هادي، هادي ما مخليهاش تما غير هكاك، مخليها باش نخرج بها الكحلة في الاخر حيتاش هي اسهل كرة تقدر تخرجني الكحلة.
لذلك غادي نحاول نفك الجزء العلوي من الطبلة ونخلي هذه الكرة هي الاخرى نتبلاصا ليها باش نضرب الكحلة. هنا كنخرج بواحد لونغل اللي زوين باش نضرب الحمرة اللي الفوق، نحاول نقيس في الصفرة ونبقى الميليو. كيبقى ليا لونغل بزاف، خصني نحاول نتحكم في البوشون بواحد الطريقة اللي هي صحيحة. كنت كنحاول نقيس في الصفرة باش نبقى فاص الحمرة، باش نضرب الحمرة ميليو ونضرب الحمرة اللي الفوق ريترو باش تخرجني الاخر حمرة قبل الكحلة. للأسف خصني دابا نبدل الفكرة ديال المثالية، كنضطر نلعب الكرة اللي الفوق ونخلي هاد الميليو باش نخرج الاخر حمرة قبل الكحلة. كيف ما كتلاحظوا في هاد المثالية كانوا بزاف ديال لي زيرور ديال لي غوبلاس، كنتش مرتاح في الكل اللي غادي نلعب، ولكن كنقدر نخشي الكواري، ولكن البوشون ما كنتش متحكم فيه 100% حيتاش المثالية بحد ذاتها ما سهلاش. هاد الكرة هادي خرجت من الجهة اللي غالطة، اضطريت انني نضرب 3 بوند باش نضرب لتحت عاوتاني على اليمين والفوق باش نخرج لهاد اخر حمرة قبل الكحلة. كتبقى بعيدة، كنستطع انني نخشيها ولكن البوشون كيلصق تقريبا على الكحلة، وكنضطر انني نلعب باندا خاوية. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وتتبعوا النصائح اللي كنقول لكم. ما تنساوش تابوناو ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.